الدين متعامل مع مشروع صناعة تقليدية ولها سنتين وهي تتعامل معه، ووفرت له جميع المستلزمات، ما فيها الأوراق، ما فيها المكاين، ما فيها الأوردناترات، حتى أنهم اللي مولت له مهرجانات في الداخل، في العيون، في تجكجة، في كل بلاد. ومن ذيك الساعة وهي في المواعيد اليوم والصبح إلى حد الآن ما فات سبرتش. إيش من موردين صغار ضعاف اللي ما عندهم شيء، كلها عنده شوي ماشي يروق به شيء، كانوا يجبر شيء صير به العيال. في هون واحدين منهم قاعد انصاعوا من الجهار، ما طلع عنده باش يجرقات الشارع، وفي واحدين مقطوع عنهم الضوء، وفي واحدين مقطوع عنهم الماء. فهمت والله كاين رسالة موجهة لرئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني، انظروا إصاف هذه المجموعة وأنها تخلص. فهمت ونعطى لها حقوقها. والمجموعة مجموعة ضعيفة هي نفسها، ما هي مثلا ما هي موردين كبار بالشكل اللي عندهم. جينا اليوم في إطار سلسلة الوقفات اللي قررنا بعلنا ننظمه به، اللي قالبنا نستوعبه بعلنا قد يخلق تحايل باسم الدولة، وقالبنا مولي نستوعبه بعلنا الدولة تفتح مشاريع تستقطب شي من الموردين الصغار الضعاف ويديروا فيها فضلتهم، ويعودوا يضطروا بعلنهم يظلوا واقفين في الأشماس ويتظاهروا من أجل أنهم يجبروا حقوقهم. إذا نحن قالبنا نستوعبوه. هذه الوقفة الثالثة ننظموها بدون أي تجاوب من الدولة، بدون أي تجاوب من المسؤولين، في مشروع فاتحته الدولة عطيته طابع رسمي.